عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم وبرنامجنا ابتسم. اللي سبق وقلت بلي هذا البرنامج هدفه الوحيد هو زرع الابتسامة. الحالة تاع اليوم اسمه رضا وجانا من المحمدية، نروح نشوفوه. مرحبا بك عندنا. الله يسلمك. يعيشك. قول لي انا والمشاهدين حبينا نعرفوا ابيبخي وشنو هي الحاجة اللي خلاتك تصل بينا؟ الثقة تاعي هي اللي خلاتني نتصل بكم. واش حبيت زعما تيك انت واش راك تسنى منا؟ احكي لي الحالة تاعك باغ اكزومبل واش حبيت دير؟ انا الحالة تاعي راني نسنى باش نسقم الفم تاعي. اسنانك؟ اسناني. ايه. باش تكون عندي ابتسامة عريضة. ابتسامة عريضة وجميلة. عريضة ان شاء الله ولحب ربي وجميلة. و لا سيكاتريس تاعي اللي عندي في الوجه تاعي. وريها لي. هنايا في الوجه تاعي. تعمل سيكاتريس؟ سي اون بغيلور. سي اون بغيلور كي كنت صغير. كي كنت صغير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اوغوزمون كاين درك ليستيتيك وكاين العلم. الله يبارك. وي 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 شفت كل حاجه تقدر تبدل. الله يبارك. احكي لي شويه رضا على اسنانك. على بالي باللي من جهه كاينه الحاجه الاولى اللي نتخلقوا منها احنا على جال سناننا الحاجه الواسي الماكله. سوفري باش تاكل باسكو الماكله ماهيش مندوره مليح وكلش. وانت وشنو هي الحاجه الاخرى اللي خلاتك خلاص وليت تقول اسكو سيت ديجا خدمت سنانك من قبل؟ سيت بصح ما نجحتش فيهم. ما خرجوا لك شابين ولا يتكسروا لك؟ ما نجحتش فيهم. تكسر درت لي دون هكا بصح ما نجحتش فيهم. واش زعما تيك شحال من خطره هكا وشنو هي الحاجه باغ اكزومبل اللي حسيت باللي فريمون سنانك اثروا عليك فيها؟ الحاجه اللي قلقتني في الاعلام كي تعرفي واحد باش يكون وجه تلفزيوني ماشي كما بكري لازم يكون عنده الهيئه لازم لا بوتي لازم تحكم مليحه هذه اللي قلقتني. يعني لحقت خسرت شغلك على جال سنانك؟ وي جوستومون. ابون؟ وي وندمت على بالكي. تأسفت كي نشوف دي زملاء هكا يخدموا وانا قاعد يعني بيان سور بيان سور على السبه هذه على جال سنانك. انا ثاني نتأسف الحاجات كيما هادو بصح نعاودوا نقولوا رضا الحمد لله انت مازالك صغير داكوغ وفي خمس دقائق تعاود تولي لك الابتسامه اللي راك تحوس عليها بربي ان شاء الله. هذه حاجه نوعدوك بها من قلبنا فريمون وبلا مزيتنا. وقول لي راك داير ثقه 100%؟ لا غير باذن الله ماشي غير داير الثقه يعني شده في ربي سبحانه وربي بصح دائما يسخر لك عباد سبحانه وربي سخر لي يعني الحمد لله يعني برنامج كيما هذا ابتسم كنت نحلم به صدقيني غير كنت نحلم به. قول لي كيفاش عرفت برنامج ابتسم؟ ولا غير صدفه كنت في عام مهمه عامل في بلافور وبعد تلاقيت بليكيب تاع هذا ابتسم شفت هذا الاعلان اتصلت بهم درت معهم معرفه وكانوا معك جونتي واسكو حسيتهم عطاوك امل قسما بالله العظيم غير شهاده لله يعني فريمون ما كنت نتصور بلي نلقى هذاك الاستقبال يعني هكذاك يعني شوف هذه حاجه بلا مزيتنا ومازال ان شاء الله تعاود تولي لك الابتسامه تاعك اللي كنت حابها وتولي لخدمتك ومازال مازال 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 ان شاء الله ونشوفك في العلا يا رضا ان شاء الله. هذا واش راني نحلم ان شاء الله ان شاء الله. حلمك حلمك ان شاء الله ما ولا حقيقه ديجا سي بون ان شاء الله. داكوغ كيف فرحتيني. يسلمك يا عيشك. جبتيني انت الابتسامه تاعك يعني فريمون ما شاء الله. يا عيشك. بارك الله فيك يعني. ونتلاقاو من بعد هاتيك حتى نخلوكم تشوفوا من بعد حتى تشوفوا رضا الاعلامي رضا. ان شاء الله يا ربي. ياك. ان شاء الله هذا هو الحلم تاعي. ان شاء الله رضا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هيا تفضل نروحوا نريكيبيريو لابتيت. وي. هاي. بعد ما تعرفنا على منصور انتقل ديريكتومون وراح للعياده تاع دكتور خليل عبد الصمد دكتور الاسنان تاع البرنامج ديالنا للمتابعه. نروح نشوفوا كيفاش جازت اول معاينه. عبد الحليم رضا. عبد الحليم رضا واحد من لي باسيون يبتسم للدنيا اللي اون ا يو بوكو دو بليزير ا ترافاي افيك لوي توت او لون دي موا بريسيدون. انسان موتيفي كان حاب يتبدل حاب يبدل الابتسامه تاعو وحاب يبدل الحياه تاعو. المشكل سي كو عبد الحليم جانا في الايام الاولى في حاله كارثيه كان فقد كل الاسنان تاع الفكس العلوي وفقد لا بلوبار دي دون دو با دونك كل براتيكمون كل الاسنان الفكس السفلي كان فقدها ميزا بار لي انسيزيف القواطع اللي كان فيهم ان ديسوسمون كان فيهم اي بارودونتيت وكانوا الاسنان تاعو يتحركوا. سي فري كون ا يو ان تو بتي بو دو مال في الديبي على كونفانكر ديكستراير لي دون لي براولو باسكو هذاك واش قدر يحافظ على الاسنان تاعو دونك الى يو ان تو بتي بو دو مال ا سو سيباري دو سي دون
Mais on a convaincu que les dents hadouk n'étaient plus conservables. Il fallait extraire pour faire une réhabilitation implantoportée complète, en haut et en bas. Donc le plan de traitement les extractions, les incisives, les braulo, plus l'assainissement. والمرحلة الثانية قمنا بزراعة الأسنان. دونك زراعة في الفك العلوي والفك السفلي، قمنا بأربع زراعات في الفك العلوي وزرعتين في الفك السفلي. سي فري كون جينيرال اون بريفير بوزي بلوس دامبلون. يا كاين حالات وين اون بريفيليجي دو بوزي 6 ا 8 امبلون بور الماكسيلير و بور لو با دو 6 4 امبلون بور لو بور لي دون انفيريور ولا بور الفك السفلي. لكن في الحاله نتاعو العظم اللي بقى لنا نيتي با سوفيزون ولا لوس ريزيديوال نيتي با سوفيزون بور بوزي بلوس دامبل. دونك اون اوبتي بور اون تكنيك اللي تسمى لو اولونفور ولا زراعه ولا الطاقم الكامل على اربع زرعات في الفك العلوي و بور لو ماكسيلير انفيريور ولا بور الامانديبول الفك السفلي درنا زرعتين ودرنا اون بروتيز توتال ستابيليزي سور امبلون. هي اون بروتيز كي با سومبواتي سور لي امبلون كي ني با فيكس mais qui va se clipser sur les deux implants les deux là. Donc le donna lo les implants تاعو سنينا المده تاع لوستيو انتغراسيون اللي هي مده مهمه جدا. هي المرحله اللي les implants تاعنا sont englobés dans l'os ou la sont intégrés à l'os وهذه المرحله تاخذ شهرين فاكثر. Donc le minimum c'était 2 mois d'attente avant d'aller vers la prothèse définitive. Entre-temps donna lo une prothèse provisoire qui nous a servi de guide plus tard pour la prothèse définitive. بعد الاشهر تاع لوستيو انتغراسيون on a pris les empreintes تاع le haut et le bas, on a pris son occlusion ودنا la prothèse du haut et la prothèse du bas. المشكل اللي وقع لنا مع عبد الحليم رضا هو كما تعرفوا تكلمنا على النقطه هذه في عده مرات. Le sourire est composé de trois paramètres. Le sourire ولا الابتسامه تاعنا فيها الاسنان فيها اللثة وفيها لي ليفر ولا الشارب. المشكل سي كو الاسنان ما كانوش اي دوكو كان عبد الحليم رضا باش يبتسم اي سي ريدوكي ا اون فاسون دو سورير دو فاسون ا سكون فوا با سي دون لا اون فوا با لو فات لي ما عندوش سنان. دونك افيك لو طون لا ليفر سوبيريور ولا الشارب العلوي تاعو سي اتروفي صار باسكو il avait une mimique de façon à ce que lorsqu'il sourit يخبي يزير روحو باش ما نشوفوش بلي ما عندوش سنان. Avec le temps, Sherb Al-Aloui, donc il a pratiquement disparu. Donc on avait une lèvre très très fine, chose qui ne permettait pas de corriger complètement le sourire. Donc avec l'aide de Dr. Ben Khalil, on a livré la prothèse, on a livré provisoirement la prothèse. Ou c'est maintenant la prothèse interna ou l'asnan interna comme guide pour la réhabilitation ou là pour recorriger la forme de la lèvre supérieure. Donc on a fait une première livraison où بعثنا le patient à un docteur Bibel Khalil qui s'est occupé de la lèvre et ensuite on a repris le patient et on a corrigé les derniers détails. Donc à ce moment-là on avait tous les paramètres entre nos mains pour pouvoir réhabiliter complètement le sourire. كما شفنا منصور عنده مشكله في الاسنان. هذه المشكله بعد ما تناقشت فيها مع زميلي الدكتور خليل منصور لما يبتسم يخفي الشفاه العلويه او لا ليفر يميد هذا الشفة العلوية تدخل لما يقوم بابتسامة عادية يحاول أنه دائما ما يبتسمش أو أنه الابتسامة هذه يخفيها. إحنا في البداية كان الهدف نتاعنا أنه نرجع الابتسامة تاعه بطريقة طبيعية وطريقة عادية، لكن راح نفصلوا نوعا ما في هذه المشكلة. الإنسان لما يفقد الأسنان، الأسنان دعامة أساسية بالنسبة للشفاء سواء كانت الشفاء العلوية أو الشفاء السفلية. لما ما تكونش كاينة أسنان يصرى النافيسمون، الشحوم تذوب بشكل معين تخلي السمك نتاع الشفاه ماهوش طبيعي وتخليها لما الإنسان يبتسم تدخل إلى الداخل وما تظهرش هذه الشفاه. لذلك اقترحت مجموعة من العلاجات. المشكل الأول هو الابتسامة اللي تكون avec un affaissement de la lèvre supérieure.
انه نعالجوها عن طريق حقن ماده لاسيد هيالورونيك او ماده حمض الهيالورونيك، وهي سيستم برودوي دو رومبليساج، هي ماده نقوم بها بتعويض الشحوم التالفه وين نخليو الشفاه تبدو بطريقه طبيعيه. اخترت طريقه الحقن عن طريق كانيول، وهي طريقه وين بالنسبه للمنصور تصلح اكثر منها بالنسبه بارابور اليغوي، وين يكون الحقن في كامل الشفاه وماهوش في مناطق محدده. العمليه ما تاخذش وقت كبير، وايضا نحاولوا اننا نعملوها بطريقه تبدو طبيعيه. اخترت اني نعملها افيك لا تكنيك دي سيونس رابروشي، معناتها ما نعملش كل الحصه في يوم واحد، انه نعملها على مرتين، وهذا راح يخلي الابتسامه تبدو طبيعيه وفيها نوع من التناغم. لكن منصور ايضا كان عنده ندب او سيكاتريس ناجمه عن حرق في الصغر، وين زميل البروفيسور قادري قام بعمليه جراحيه. ايضا مشكله نتاع تصبغات اللي موجوده في الوجه تاع منصور، للاسف الشديد مرض سي مالادي كرونيك، وين العلاجات وحدها ما تكفيش. انا اخترت اني نقوم بعمل ديرمو بيغمونطاسيون، وين نحاول انني نغير من اللون تاع البشره عن طريق دي بيغمون، وين ندخلوهم عن طريق لا تكنيك دو لا ديرمو بيغمونطاسيون ديال التاتواج سيمي بيرمانون ثيرابيوتيك، وهذا اللي يخلينا نرجعوا نوعا ما البشره الى لونها الطبيعي. في الاخير حبيت نعمل ان بون هيدراتاسيون للبشره نتاع منصور، وايضا اللون تاعها يكون مليح، والملمس تاعها يكون ايضا يعبر على الحيويه نتاع الانسان. ان سيونس دو ميزوثيرابي، ان سيونس دو هيدرافاسيال، سي جوست بور نيتواي لا بو. منصور نتمنى له كل خير، يعني حقيقه لقيت فيه كل المواصفات نتاع الانسان اللي مستعد انه يتحمل العلاجات من اجل الحصول على نتيجه وابتسامه جديده. نتمنى له كل الخير وكل الابتسامه في حياته. وفي الاخير في اخر الحصه دوك نشوفوا لو نوفو سوغير ديالو، ونشوفوا كيفاش اون بو ريابيليتي سون سوغير افيك لي امبلون افيك لا بروتيز افيك لانترفونسيون دو دكتور بالخليل سور لا ليفر. بعدها انتقلنا عند مختصة التغذية خديجة حكيم. منصور رب لعائلة اللي مدلها كامل طاقته وصحته ووقته وهمل نفسه، خاصة من حيث التغذية. منصور يحب يأكل وما تهموش النوعية، المهم يشبع، وبقفة يأكل فوق الشبعة، وحتى يأكل بين الوجبات، يقدر يأكل أي شيء في أي وقت، وحتى في الوجبات ديالو يقدر يأكل 2-3 أسيات نورمال. وهذا الشيء سبب له زيادة في الوزن، اضطراب في النوم، صداع دائم، خلل في الذاكرة، يقول لي بارفوا ننسى وما نشفاش مليح، وحتى ألم في الظهر وفقد الأسنان ديالو. طبعا هو جامي مربط المشاكل تاعو الصحية بالتغذية، على بها نصحته وفهمته بالتفصيل كيفاش التغذية ونوعية التغذية تأثر على الصحة ديالو. والمشكل تاع منصور كيعرف باللي راهو جاي عند مختص في التغذيه، دخل في راسو واحد المعلومه تاع راني حنشان، راح تنقص لي الماكله، راني راح نجوع، دونك بنا داخل الدماغ ديالو واحد الجدار تاع الرفض. انا حاولت نكسر هذاك الجدار ونفهمه باللي رانا هنا فقط للنصيحه والارشاد وباش نحميو الصحه ديالو. هو تاني قال لي صح هذيك الكميات كاع راني ناكلها ونحس روحي نون برودكتيف وما عنديش النشاط الكافي خلال النهار، وهنا زدت فهمته على تاثير نوعيه التغذيه على الصحه ديالو. عطيت له برنامج اللي تبعه 30%، لانه منصور مصر ومدمن على العادات التغذويه السيئه ديالو، وليه الصحه ولا التغذيه ولا منصور كشخص ماشي من الاولويات ديالو في الحياة، لأنه عنده مسؤوليات أخرى. لكن النصيحة اللي حبيت نلحقها للأشخاص اللي يحبوا منصور ويحبوا له مصلحته، منصور لازم له نصيحة دائمة، دونك لازم له متابعة من طرف مدرب تحفيزي مختص ولا مختص نفساني، باش يقدر يعطي له برنامج ولا طرق يقدر يخرج بهم من لا زون دو كونفور ديالو، ويكتسب الثقة في نفسه ويفهم باللي هو شخص عنده مكانة في المجتمع. وهذه المرحلة ضرورية ومهمة قبل المتابعة في الحمية. منصور ميم سي خسرت شوية وزن خلال المتابعة، لكن ماشي هذا هو اللي كان يهمني، لكن اللي كان يهمني أنه تفهم أنه التغذية وصحتك من الأولويات تاعك في الحياة. نتمنى أنه تكون خديت بعين الاعتبار النصائح اللي قدمتهم لك. أنا ما نتمنى لك غير الخير في حياتك، ونشوفك في الفينال.
منصور كان عنده مشكل تشوه في الوجه اللي هو ناتج عن عملية كي في صغره بطب تقليدي. وهذا المشكل خلاله هذا الكي اللي خلاله une grande cicatrice على مستوى الوجه اللي عقدته طول حياته هو أكثر من 40 سنة. كي جانا وشفناه لقينا عنده فريم effectivement une grande cicatrice باينة وما فيهاش ما يبت فيها شعر، يعني ما مدير اللحية يحب يغطيها ما تبقى باينة. شفناها قلنا له نقدر نحوها لك بعملية جراحية وتكون نتيجة يعني جد مرضية. بعد ما كمل منصور تحاليل كامل ديالو اللازمه باش يدير لوبيراسيون تلاقينا في العياده الصباح. الوغ منصور جا زعما كوراجو، مي حسيتو بلي كان فريمون خايف. ما نكذبش عليكم، انا ثاني كنت خايفه بزاف عليه، سي نورمال انستيزي جينيرال. العمر ديالو ثاني صادير، هو انسان شويه كبير في العمر، سي نورمال كو نخافو عليه. حاجه واحده اخرى، الانسان كيكون هكاك كاتوم وتحسو ما يهدرش يغيضك اكثر. دونك جي ايسيي نقصر معاه شويه، جي ايسيي نحيلو شويه على خاطرو، جي ايسيي ندير القوه به ونقويه شويه. اون اتوندون لي وجدوا له لا شامبر ديالو، طلعنا لا شامبر ديالو وجد روحو. ومن بعد حبطنا كيف كيف، حبطناه للبلوك، قعد شويه ميم كيبدا البروفيسور قادر يبدا معاه، قعد شويه ومن بعد ما قدرتش. في العمليه درنا تخدير عام وقمنا بدينا العمليه على مستوى هذا الوجه. تعتبر عمليه صعبه جدا لان هناك العصب السابع تاع الوجه اللي كان لاصق في وسط لاسيكاتريس، لقينا صعوبه كبيره باش نليبريوه، ومام طون لازم نجبدوا بزاف لابو من الفوق ومن تحت باش ما تبقالوش لاسيكاتريس. انا خليك تكمل، انا باسكو لا استطيع. بون كوراج، نتلاقاو جوست ابري. ميرسي. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. ميرسي. قامت العمليه استغرقت واحد الساعتين لان منطقه حساسه جدا، وقمنا له بنزع هذيك السيكاتريس وعاود خيطناها بطريقه يعني تريزيستيك، والحمد لله ما كانش مضاعفات يعني في العمليه. جاو قالوا لي بلي راهو كمل، دخل عنده نورمال. ومن بعد سمعت بلي ما حبش يفطن لهم، دونك دخلت فري، كنت مقلقه عليه. ومن بعد دخلنا لداخل، بدا يتخبط، مي كيما سياو يفطنوه امبوسيبل. منصور 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 منصور. سيكاديرم، 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 سيكاديرم يزيل أثر الجروح والحروق ويضمن سلامة الجلد وداعا لكل الآلام. سيكاديرم من مخابر أوليسانس. تهيج البشرة بسبب الحفاضات مشكلة يعاني منها كثير من الأطفال، الشي اللي يخلي حتى الأمهات منزعجات الليل مع النهار وما عارفين شو يعملوا. الحل موجود في لكريم بور لو شانج دوليسانس بيبي بيو. لما تحطي لكريم بور لو شانج بيبي بيو لطفلك عند كل تغيير للحفاضات، راح يرتاح نهائيا من تهيج البشرة وينعم بنوم هادئ ومريح. لكريم بور لو شانج دوليسانس بيبي بيو، راحتك في راحة طفلك. راك تعاني بزاف باش ترقد؟ تنوض في وسط الليل وما تقدرش تعاود ترقد، والصباح تنوض ميت بالعيا؟ الحل هو ميلاتونين سانتيفيت، المكمل الغذائي اللي يضمن لك ليلة هادئة ونوم سريع.
بدون إدمان واستيقاظ بدون خمول. ميلاتونين سانتيفيت متوفر في صيدليات. الحمد لله منصور فطن وكان مليح كان هايل لابخوف خرجناه لجوغ مام وكما هو كما كامل المشتركين قعد دايما عنده متابعة عند البروفيسور قادري. كي جانا لبخومي كنترول شفنا باللي ما كانش مضاعفات نحيلا بانسمون عودنا ان بون بانسمون وفي الدوزيام كنترول عودنا دي استخيب وعطيناه دي برودوي ممتو دي سيكاتريزون وكانت بيان لبخوف يا با دو كمبليكاسيون يا با دو سير انفكسيون والنتيجه ان شاء الله النهائيه طول شويه باش تبان مي راح تشوفوها معنا في النهائي وراح تعجبكم ان شاء الله. مساء الخير، شفنا حاله السيد منصور الذي استفاد من عمليه جراحيه على مستوى الوجه. معروف ان الجلد او البشره في الوجه او في اي منطقه عندما تتعرض لجروح او حروق يجب اعاده تكوينها بطريقه سليمه وجماليه. لذا انصح باستعمال منتوج سيكاديرم بلس المتكون من زيوت طبيعيه اثبتت علميا فعاليتها في اعاده تكوين البشره بدون اثار غير جماليه. منتوج سيكاديرم بلس تكون فعاليته قصوى عند استعماله بطريقة مبكرة بعد الحروق أو الجروح. فمصدر فعالية منتوج سيكاديرم بلس هو وجود خاصة زيت الضرو الذي أثبت فعاليته في إعادة هيكلة البشرة بطريقة جمالية وسليمة. الحمد لله منصور جاز على المرحله الصعبه كامل في العلاج ديالو، بقات لنا لا ميزون بوتي والغلو كيك وبيان سور المرحله الشابه كامل في البرنامج ديالنا اللي هي باش نشوفوا اللوك الفينال ديالو وان شاء الله وتعود الابتسامه الابديه تاع منصور. استنونا العدد الجاي ان شاء الله باش تشوفوا هذا الشيء كامل. برنامج برعايه اولياسونس. سيكاديرم 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 يزيل اثار الجروح والحروق ويضمن سلامه الجلد وداعا لكل الالام. سيكاديرم من مخابر أولياسونس. تهيج البشرة بسبب الحفاضات مشكلة يعاني منها كثير من الأطفال، الشي اللي يخلي حتى الأمهات منزعجات الليل مع النهار وما عارفين شو يعملوا. الحل موجود في لكريم بور لو شانج دوليسانس بيبي بيو. لما تحطي لكريم بور لو شانج بيبي بيو لطفلك عند كل تغيير للحفاضات راح يرتاح نهائيا من تهيج البشرة وينعم بنوم هادئ ومريح. لا كريم بور لو شانج دوليسانس بيبي بيو، راحتك في راحة طفلك. راك تعاني بزاف باش ترقد؟ تنوض في وسط الليل وما تقدرش تعاود ترقد، والصباح تنوض ميت بالعيا؟ الحل هو ميلاتونين سانتيفيت، المكمل الغذائي اللي يضمن لك ليلة هادئة ونوم سريع بدون إدمان واستيقاظ بدون خمول. ميلاتونين سانتيفيت متوفر في صيدليات.